حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن ابي جحيفه ذكر عن ابيه قال دفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالابطح في قبه وكان بالهاجره فخرج بلال فنادى بالصلاه ثم دخل فاخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه ياخذون منه ثم دخل فاخرج العنزه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كاني انظر الى وبيص ساقيه فركز العنزه ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمراه